صاروخ من شرطة 2-3 ييكل هو صاروخ أرض جو متوسط المدى طورته شركة رايثيون الأمريكية. يتمتع صاروخ من شرطة 2-3 ييكل بمدى طويل واختصار كبير نسبيا للطريق، لذا فهو أكثر ملائمة للدفاع عن المناطق الكبيرة. تم تجهيز صاروخ من شرطة 2-3 ييكل بنظام مضاد للتشويش، لذلك يمكنه العمل بشكل طبيعي في حالة التداخل الإلكتروني المخادع والتشويش، ويمكن لصواريخه ثلاثية الدورات أن تشن هجمات بسرعة، مما يشكل هجوماً نارياً كثيفاً مقرونة بقوتها العظيمة. يمكن أن يضمن بشكل كبير احتمال القتل ونطاقه. رأس صاروخ من شرطة 2-3 ييكل مدبب ومصنوع من مادة الألياف الزجاجية. الأجنحة شبه منحرف وتقع في الجزء الخلفي من الجزيء الأوسط من جسم المقذوف وفقاً لتكوين إكس. وزارية الحافة الأمامية هي 76 درجة، وتبلغ المساحة الإجمالية حوالي 1.86 متر مربع، وأربع دفات مستطيلة من سبائك الألومنيوم متصلة بالحافة الخلفية لأجنحة الصاروخ، بالإضافة إلى التثبيت والتحكم في الاطلال والتطلع والانحراف. يمكنه أيضاً التحكم في استقرار دوران الصاروخ. يزن صاروخ من شرطة 2-3 ييكل إيجل 590 كيلو جراماً، ويبلغ طوله الإجمالي 5.08 متراً وقطره 0.37 متراً، ويبلغ وزن الرأس الحربي 54 كيلو جراماً، ويبلغ طول جناحيه 1.19 متراً. يتكون القذيفة من 5 أقسام، ويتم تثبيت الهوائي المكافئ في ردم كابينة الباحث، ويتم تحميل كابينة الأجهزة الإلكترونية بجهاز استقبال رادار وصمام راديو وطيار آلي وجهاز فتح وإمداد طاقة. حجرة باير بلانت مجهزة بمحرك صلب، وهناك 4 أجنحة عليها. توجد آلية المؤازرة على سطح السفينة ووحدة الطاقة الهيدروليكية في نهاية القذيفة. يعتمد صاروخ من شرطة 2-3 ييكل على الرادار المضيء عالي الطاقة NMB، تعمل للموجة المستمرة للرادار في النطاق جي، والتي يمكنها اعتراض الهدف وتتبعه وإضاءته بشكل مستقل في حالة الاطلال وتغير المسافة، مع توفير إشارة مرجعية للصاروخ قبل تحسين صاروخ من شرطة 2-3 ييكل. كان متوسط الوقت بين فشل رادار NMB 43 ساعة فقط، ويمكن أن يصل الوقت بعد التحسين إلى من 300 إلى 400 ساعة، حتى أنه يمكنه تجاوز الرادار NMB شرطة 5-3 باستخدام تقنيات متقدمة مثل الصفيف المرحلي وأجهزة الإرسال ذات الحالة الصلبة. كما تم تحسين الرأس الحربي المحسن للصاروخ من شرطة 2-3 ييكل من نوع التجزئة العادي إلى رأس حربي قتل من النوع المستمر بكتلة تبلغ حوالي 75 كيلو جراماً. يتميز باستخدام أول جسم قتل عمود فولاذي صغير مستمر، والذي يمكن أن يشكل تغطية حلقة متوسعة بعد الانفجار، وذلك للحصول على احتمال قتل أعلى. يمكن استخدام صاروخ من شرطة 2-3 ييكل مع مناورات ميدانية لتزويد الوحدات الميدانية بقدرات هجوم مضاد للطائرات. يمكن أن يصل المدى القتالي للصاروخ من شرطة 2-3 ييكل إلى 40 كيلومتراً، بينما يصل ارتفاع المدى إلى من 30 إلى 13700 متر. ويمكن أن يصل المدى المحسن للصاروخ من شرطة 2-3 بي إلى 18000 متر نقطة. محركها عبارة عن محرك صاروخي صلب ثنائي الدفع أحادي المقطع قادر على الوصول إلى سرعات موك 2.4. خضع صاروخ من شرطة 2-3 ييكل أيضاً لعدة ترقيات خلال 50 عاماً من الخدمة، مع المتطلبات والتطورات في التكنولوجيا والتكتيكات الإلكترونية. في المرحلة الأولى من الخدمة، تم استخدام النظام الإلكتروني المعتمد على الأنابيب المفرغة، وكان معدل المناسب منخفضاً للغاية، وفشل الرادار كثيراً. في الخدمة الأولية، سيتم تجهيز جناح إطلاق صواريخ ييكل الكاملة بمجموعة متنوعة من الرادارات مثل رادار البحث النبضي، ورادار البحث المستمر بالموجة، ورادار الإضاءة دوب وما إلى ذلك، ومجهزة بمركز تنسيق المعلومات ومركز التحكم المستمر في الصواريخ. معركة قيادة الرماية الجماعية، مجموعة التحكم في توزيع قاذفات الإطلاق 6 قاذفات صواريخ M1922-18، قنبلة جاهزة للقتال 6 مولدات 56 كيلو فولت أمبير، مصدر طاقة 400 هرتز، 12 رفوف تخزين صواريخ M39036 صاروخاً جاهزاً لإطلاق النار 3 رافعات رفع صواريخ 501 ومحمل تخطي واحدة، ومحطة الاختبار الصواريخ أيمنساً شرطة 4-3 إلى المرحلة الثالثة من خطة الترقية. وقد تم تقليل المعدات المتصلة بييكل كثيراً، وتم نقل مجموعة إضافية من الأسلحة النارية قبل الترقية. أنظمة تحديد الهوية ورادار البحث النبضي ورادار البحث المستمر بالموجة ورادار البحث المستمر بالموجة هي نفسها كما كانت من قبل. تم تغيير المحرك إلى 60 كيلو وات، وكان مصدر الطاقة لا يزال 400 هرتز الأصلي. وتم تخزين 12 صاروخاً من طراز M39036 قذيفة احتياطية،
وثلاث رافعات تعليق صاروخية من طراز M501، ولم يتم إضافة أو تغيير لودر تخطي واحد. مشاريع التحسين الثالث لصاروخ من شرطة 2-3 يكل هو أكثر من ذلك باستخدام تقنية جديدة بشكل أساسي. أولاً وقبل كل شيء، يغير رادار البحث المستمر بالموجة المحسن خاصية موجة الانبعاث لراداره، بحيث يمكنه قياس المسافة المستهدفة وتغير المسافة في مسح واحد. تم تقصير زاوية السرعة والسمت بشكل كبير، كما تم تقصير وقت التنبؤ بأهداف المناورة بشكل كبير. ويتم تثبيت معالج إشارة رقمي مع تحويل فوريه السريع، يتم استخدامه لرقمنة تأثير دوبلر المستهدف وتوفيره للكمبيوتر. يمكن إكمال المعالجة متعددة الأهداف التي تم إجراؤها في الأصل بواسطة معالج البيانات الأوتوماتيكي ومركز تنسيق المعلومات، كما يوفر أساساً تقنياً لإلغاء مركز تنسيق المعلومات. بعد ذلك تمت إضافة طريقة القتال مهاجمة الهدف في وقت واحد على ارتفاع منخفض إلى الرادار المضيء عالي الطاقة، بحيث يكون لنظام السلاح القدرة على اعتراض أهداف متعددة على ارتفاع منخفض وزيادة قوة النيران. طالما يظهر الهدف، يمكن التحكم فيه تلقائياً أو يدوياً للتبديل إلى حالة القتال مهاجمة الهدف في وقت واحد على ارتفاع منخفض. يمكن أن يميز بين أهداف متعددة داخل الحزمة واختيار الهدف مع أكبر تهديد للهجوم. يمكن لصاروخ من شرطة 2-3 يكل المحسن من ثلاث أنواع للرادار المضيء إطلاق شعاع مروحة بزاوية عريضة، والذي يغطي مجالاً جوياً منخفض الارتفاع ومنطقة كبيرة لمنع الطائرات المعادية من استخدام أهداف طيران تجذب القوة النارية لتغطية الاختراق دفاع حريق لطائرات العدو الأخرى. يمكن لصاروخ من شرطة 2-3 يكل المحسن ثلاث مرات مع رادارين مضيئين مهاجمة ست أهداف في نفس الوقت، على الرغم من أنه ليس بجودة أهداف باتريوت الثمانية. يمكن لصاروخ من شرطة 2-3 يكل مهاجمة 12 إلى 18 طائرة معادية في ظل ظروف مثالية. بعد التحسين المستمر أعلى، تم أيضاً تحسين أداء صاروخ من شرطة 2-3 يكل بشكل كبير. يستخدم صاروخ من شرطة 2-3 يكل الذي طورته شركة رايثيون بشكل أساسي لمحاربة الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض ولملء الشاغر الدفاعي لصاروخ الدفاع الجوي من نوع فيكتريلاكس. إن تقنية الإضاءة العملية المستمرة لصاروخ إيجل تجعل أداء الصاروخ أفضل بكثير من أداء إلهة النصر في الاشتباك على ارتفاعات منخفضة. أفادت مجموعة معلومات زانا أن احتمالية الإسقاط الفردي لصاروخ إيجل هي 0.56. على الرغم من زيادة احتمال تحسين صاروخ إيجل، إلا أنه أدى إلى تحسين قوة صاروخ إيجل، ولكن مع عقود من التقدم العلمي والتكنولوجي، أصبح صاروخ من شرطة 2-3 يكل متخلفاً جداً مقارنة بالصواريخ الحالية. نقطة اختارت العديد من الأماكن استبدال الصواريخ الجديدة للدفاع الجوي. كان أداء صاروخ من شرطة 2-3 يكل لا يزال مرتفعاً للغاية في ذلك الوقت. حسناً، هذا الفيديو موجود هنا. إذا كنت لا تزال تريد معرفة المعدات، فيمكنك ترك تعليقاتك القيمة في منطقة التعليقات. شكراً لك على المشاهدة.